أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وكان الله غفورا رحيما الإسلامية اللي قال عندها مشروعها السياسي. بعض الناس قالت ما عندهمش مشروع. بعض الناس قالت انتم تحرشتم بالجيش. الجيش هل هو حزب؟ الجيش حزب؟ ما دخله في السياسة؟ الأمان الجزائري